السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس عبير سمير. أهلا بكل طلابي حبايبي، طلاب الصف السادس الابتدائي جريد 6. نكمل مع بعض شرح دروس منهج الساينس، المنهج الجديد. النهاردة معادنا مع lesson number 2 from concept 2. الكونسبت أو الليسن ده talks about covers، بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ال levels of cellular organization. سبق وقبل كده عرفنا مع بعض إن ال living organisms أو الكائنات الحية divided into two types. خدنا ان النوع اسمه unicellular like bacteria، ودي بيكون البادي بتاعها consist of one cell only. اتكلمنا برضو عن المulticellular living organism زي plants، زي human، زي animals، وقلنا ان جسمهم طبعا فيه more than one cell او many many cells. طب انا عايز اعرف listen to بقى، هو ايه الليفلز؟ يعني كأن كده جسمك عبارة عن مستويات، عبارة عن ادوار زي العمارة اللي انت ساكن فيها. الادوار دي من الصغير للكبير، الليفلز دي هم كام واحدة؟ هم 5 ليفلز. start from the smallest to the biggest. يعني مين ال smallest part؟ what is the smallest part inside your body؟ درسناها في concept 1 which is cell. يبقى ال cell دي the smallest building unit in your body. تمام؟ طب ال group of cells together form a bigger item. يعني ال cell لوحدها not work alone، لازم ال cells دي collect together، bundle together، تتربط مع بعض وتعمل لي حاجة أكبر شوية اسمها tissue. طب ال tissues مع بعض كده collect together to form حاجة أكبر شوية اسمها organ. ال organ اللي هو part of your body، يعني ممكن زي النوز، ال heart، ال lungs. ال organs مع بعض كده collect together to form حاجة أكبر شوية اسمها organ system، أو system زي ال digestive، ال respiratory، ال nervous system. ال systems together form your body، ال whole body أو ال organism أو جسم الكائن الحي كله، اللي هو consist of group of systems. بيجي لي السؤال ازاي ده في الامتحانات؟ اني ببدأ أركز كده إن ال smallest building unit in my body is cell. البادي بتاعي consist of group of systems. Each system، كل system منهم consist of ايه؟ كل system يبقى ارجع للي قبلها، consist of organs. Each organ، كل organ consist of ايه؟ حاجات اصغر اسمها tissues. Each tissue consist of حاجات اصغر منه اسمها cells. او اجيب لك السؤال بالعكس، اقول لك group of cells together form، ده انا معايا group of cells، يبقى هكون حاجة اكبر اللي بعده اللي اسمها tissue. Group of tissues together form organ. Group of organs together form system. And group of systems together form the body. طيب نمسكها بقى بالشرح بالتفاصيل in full details. معانا السيل زي المسل سيل دي. انا طب انا شايفه وصفها ايه الديسكريبشن بتاعها؟ لقيت ان المسل سيل اللي هي بتاعت عضلاتنا، السيل دي takes the shape of long fibers. شكلها ماشي بالطول اهو، حاجات كده طويلة. هي long fibers ليه؟ عشان حاجتين. To allow the movement. المسلز هي اللي بتخلي جسمنا يتحرك. To allow the movement and to be able to store and use the energy. But it can't work alone. أنا اتفقت معاكم إن السل لوحدها مش هتشتغل لوحدها ولجسمك كله. لازم كده bundle together أو collect together وتتجمع مع بعض فتعمل حاجة أكبر اسمها muscle tissue. ماسل تيشو، شايفين هنا في الصورة دي سل وسل 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 كلهم كولكت توجذر عملوا حاجة كبيرة اللي هي الماسل تيشو، النسيج بتاع عضلاتك اللي موجودة في جسمك. بعد كده الماسل تيشو دي كولكت تاني توجذر وتتجمع، هتكون لي حاجة أكبر اسمها أورجان. أورجان اللي هو بارت أوف يور بادي، جزء من جسمك، عضو في جسمك اللي بيعتبر ماسل، زي الهارت مثلا أو الاستمك. بعد كده الاورجنز دي مع بعض فورم ا سيستم، عملت لي سيستم في البادي بتاعي. يبقى السيستم از ا جروب اوف اورجنز ورك توجذر تو دو ا فانكشن، بتعمل فانكشن او جوب او وظيفه معينه جوه جسمنا. مين الاكزامبل عندي هنا بقى؟ ماسكولو سكيلتال سيستم. الحقيقي ان الماسكولو سكيلتال سيستم هو عباره عن تو سيستمز توجذر، مش سيستم واحد. المسكل دي او المسكلو جايه من ماسلز، يعني عضلات جسمك اللي انت شايفينها كانها الجزء الاحمر ده، بتكون اتاتش كانها لازقه كده ومرتبطه بمين؟ بالسكيلتال سيستم اللي هو البونز، العظم اللي في جسمك.
طبعا الماسكولو سكيلتال سيستم ايه الفانكشن او شغلانته الجوب بتاعته في جسمنا؟ allow us to move, enable us to move. نرجع نفصل كده ونفصص الماسكولو سكيلتال سوا، قلنا انه consist of two systems which are skeletal system and muscular system. السكيلتال ده هي البونز اللي عندنا في جسمنا، العظم اللي موجود في جسمنا. طيب الماسكولر هي العضلات، الماسلز، البادي ماسلز زي ما انتم شايفين اتاتش، يعني كانها كده متلاصقه مع البونز او مع العظم، ودي بيكون ليها different shapes لانها they have different structure و different functions، وظائف مختلفه، فبالتالي تركيبات مختلفه واشكال مختلفه. طيب الاورجان بقى، يعني انا عايز اعرف الماسكولو سكيلتال سيستم، مش احنا قلنا each system consists of organs؟ ايوه، ايه الاورجنز اللي بتكون لي الماسكولو سكيلتال سيستم؟ تعالوا ندرس اساميها. بونز، ماسلز، طبعا احنا قلنا بونز العظم اللي في جسمنا، ماسلز العضلات اللي انت شايف ادي عظم اهو، بونز شايف الاحمر اللي بيظهر ده، الماسلز او العضلات اللي ملتصقه بيها اللي هي اصلا بتشد البون، بتعمل لها كده اتراكشن وتخلي جسمك يتحرك. التندن والليجامنت والكارتليج. التندن والليجامنت انتوا مش عليكم في المنهج انك تقول كل واحده الفانكشن بتاعها ايه، بس تبقى عارف دي عباره عن مجموعه كده زي الرباط، اربطه بتربط لك بقى حاجه، بتربط لك البون مع البون او البون مع المصل. الكارتليج دي موجوده عندنا في الباك بون او في سلسله ظهرنا، عامله زي المخده السفنج اللي بتوين الفيرتبرا او بتوين العظم اللي مكون الباك بون بتاعك. ودي اشكالهم تندن، ليجامنتس، كارتريدج. طيب نرجع نتكلم بقى في الجزء الباقي من ليسن 2، الرول اوف ماسلز ان ذا موفمنت اوف ذا هاند. يعني انا عايز ايدي تتحرك دلوقتي، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في حاجه اسمها كونتراكشن اند ريلاكسيشن. انت جرب كده تحط ايدك الثانيه على ايدك الاولانيه وتبدا تجرب ترفع الايد دي، ترفع ايدك كده lift up your arm into your shoulder، يعني تجرب ترفع ايدك ناحية كتفك. اللي هيحصل انك هتلاقي ان الفرونت مصل، العضلة كده المصل الفرونت الامامية اللي قدام حصل لها contraction، اتشدت، لكن اللي قدامها الناحية التانية الباك مصل حصل لها ريلاكس، ارتخت. فلقيت قدرت انك تعمل lift your arm up او ترفع الارم بتاعتك فوق ناحية الشولدر. طب جرب تنزلها بقى داون لتحت، هتلاقي العكس حصل، الفرونت ماسل اللي كانت شاده وكونتراكت بقت دلوقتي ريلاكس، ارتخت، لكن الباك ماسل هي اللي شدت وعملت كونتراكت. انا فهمت من كده ايه؟ فهمت ان الماسل اكزرت فورس او بتعمل مجهود وان ات كونتراكت، كونتراكت بتشد كده نفسها، وان في ماسلز كده شغالين اوبوزيت ايتش اذر، واحده بتعمل كونتراكت وتتشد، واحده بتعمل ريلاكس تو الاو يور بودي تو موف. يعني انا لو جاي سؤال جه في ريزن دلوقتي، يو كان موف يور ليجز، ارمز، فينجرز، بودي، انت اصلا جسمك ده بيعرف يتحرك ليه؟ اه، عشان عندنا حاجه اسمها سكيلتال ماسلز، اللي هي المسل الاتاتشنج او الملتصقه بالبونز بعظمنا، ودي اللي كانها رباطه كده او خيط بيشد البون عشان يخلي جسمك يتحرك. وطبعا قلنا عشان يتحرك لازم يعمل كونتراكشن اند ريلاكسيشن، يبقى هقول له due to the contraction and relaxation of muscles أو of skeletal muscles. اللي احنا قلنا شغالين كده in pairs، واحدة تعمل contract يبقى الثانية اللي قصادها تعمل relax. بكده نكون خلصنا كمان listen 2. حابة أشكر كل طلابي حبايبي اللي بيبعتوا لي أنشطة على الدروس ومبسوطين بالشرح وبيتابعوه، وأشكر كل الناس اللي بتتابعني، وبشكرك يا آدم عشان بتبعت لي على طول اكتيفيتيز جميله جدا من اول ليسن بدأناه في الشرح. هقابلكم على خير في الفيديوهات الجايه، مع تحيات مس عبير سمير وقناه اليوتيوب رشاق الصين.